بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة تشهدون. قالوا نحن أولو قوة شديد والأمر إليك فانظري ماذا قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة
وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال بل أنتم بهديتكم تفرحون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين.
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين قال لا عرشا ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون
قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قيل لك ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قيل لها ادخل الصرح فلما رأت حسبت لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي
سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم.